خاطري رئيس جمعيه مزار ديال الرمايه في المال. المهم اليوم كنعتبروا عيد بالنسبه لينا كجمعيه ولا بالنسبه للساكنه ديال مزار. الفكره كانت ديال البطل المغربي سي رشيد بناي، كان جاب الصدفه جا عندنا هنا الحماد، شافوا المكان وشجعنا وقف معنا، تخرجت الوجود وارتئينا اننا بالمناسبه يكون حفل وطني، لان فيه فرق وطنيه يحضر معنا حتى المؤسس الاول في 1959 الرئيس ديال الجمعيه ديال المكناس اللي كانت اول جمعيه تاسست في المغرب في 59 يحضر معنا في المكناس، يحضر معنا فرق وطنيه. لكن كلمه بلا ما نطول هنا، كلمه موجهه لجميع مسؤوليه رؤساء جماعات والمجتمع المدني والسلطات المحليه وكل شيء اللي عنده غيره على هذا البلاد، انهم يديروا خير يد في يد وتحول هذا الفضاء. حنا ما بغيناش يبقى ديال النبال، بغينا ديال لي بولي الدر، حنا بغينا السائل بن حمد كامله يكون متنفس هنا، ديال الدري ديال المراه ديال. كاينه صعوبات ماديه جدا، لان الى شفتوا مع الاخوان هنا كاين تكلفه باهظه هي على رجليها، ولكن عندنا امل في الله، عندنا امل في الاخوان ديالنا هنا الشرفاء ديال مزاب اننا نتوفقوا ان شاء الله في انجاح هذه الجمعيه وفي تربيه ناشئه على النبال. هذا وعد والله يوفقنا، والشكر الجزيل والموفور لكم. Six, cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Thank you.